بمساهمة البارح اليوم وغدوة لبيدار 80 سنة وهي الأصل. البيام بنا وعليها الكلام. جيرات لار دو لا ميزان. سيلانس ساتورن. عسلامة ومرحبا بكم، يتجدد موعدي معاكم في ماجازين. اليوم قبل ما نبدا حلقتي باش نحكي على الوقت. الكلنا نحكي ونقولوا الوقت تبدل، الوقت ما تبدلش، خلينا نتأقلموا معاه. الوقت صعب صحيح، مربوط بالقدرة الشرائية، أما نجمو ناخدو كين اللي حاشتنا بيه، les astuces, les bons plans, les experts، هذوما الكل باش يسهلوا عليك الحكاية. معانا في ماجازين خلينا نعدي وقت ياسر مزيان. حكايتنا ليها عوام، أصلها إرادة وغرام، بدأت ليها 80 عام، ومع الأيام أجيال عدات لأجيال اللي منهم ورثنا صنعتهم وخبرتهم وخلوا فينا بصمتهم. البارح اليوم وغدوة لبيدار 80 سنة وهي الأصل. في ماجازين ديما نبداو بكويزين دبارتك للويكاند، وكل عادة معايا شيف رمزي. أهلا بيك شيف. أهلا بيك إيمان. ومع لبيدار رسيت سهلة، كانوا اللي بنينا برشا، فعود نعملوا المعدنوس ومعتك الجبن المرحي والهبش اللي هو بش نعملوها بالسبناخ وبالقوطة. نعاودوا ونذكروا لبيدور من القمح الصلب وتيب 8 مينوت ماكسيموم، هذا زيدا 8 دقائق غو ماكس بش تيب في الكوشة المرة هذه وتقعد شادة روحها. الحاجة الباهية في لبيدور اللي المقرونة كسوسوال في القرابط الكلها تخرج كعبة كعبة. بش نبدأ دونك لزنجريديون بتاعنا هما لحم مفروم قوطة وسبناخ، وباش نعملوا صوص طوماط نتاعنا بالطوماط فخيه هذايا كيما راوها، والفرماج بعد الفرماج من بعد في الاخر باش نحطه من فوق باش يعطينا كل غاتيناج نتاعو. حاجة بنينة ما نتصورش هذايا باش تاخذ برشا وقت. مش تاخذ برشا وقت، ويقولوا يا رمزي المرأة المقدية زادة كيف كيف اللي تحافظ على جيبها وجيب راجلها وبوها، وراه مش كاين دونك أكثر أكثر من هكا ما فيش حتى حم مفروم كريم فريش سبنيخ طماطم وجبن تعمل بهم الغوسات نتاعك. باش نبداو شويه زيت باش نحطوا الحم مفروم. صحيح باش نحطوا المفروم، انا ما نكثرش ماك تعرف لي زيبيس هذايا ما نحطوش شويه البصل ما نقليش البصل، باش نقلي الحم مفروم سبنيخ باش راه من بعدك البنه اللي باش تجي. داكور ملح فلفل اكحل نتاعنا. اسمعتي ما نقولوش بيك ما تعاونش الشيف، وانا نقول لهم راني انا بيجي نتعلم منه، نقعد نتبع في رمزي شنو هو يعمل. حتى انت صنيف انا نعرف عاد. شويه ملح شويه فلفل اكحل وسبنيخ باش تسوي من بعد سبنيخ باش نخلي شويه اللحم، ومن بعد باش نعمل لك المغياج ما بين السبنيخ واللحم باش نحط السبنيخ نتاعنا. حتى اليوم الدبارة متاعنا بيان سور معونا من جيرات لاغ دو لا ميزون. سيرفيس متاعنا فيه 28 بيس، سيرفيس متاعنا جرانيت كيما تعرف رمزي وانت جربته اللي هو ما يلصقش حاجة تعمل الكيف. ترى يمانيش عمل طالع يماني أغز بالحق الجو والماء متاعه ما يذيعش، أغز الجو والماء اللي حاشتنا بيه هذاك ما يذيعناش وما تشدش، اي بورتون قاعد نطيب على النار قوي شويه. الكل لي اكسسوار لي كوتو البويار كيف كيف لير فراير كلهم من جيرات لاغ دو لا ميزون. وتحبوا تاخذوا لي برودوي نتاعكم بيان سور تدخلوا على السيت باش تكمانديو. رمزي نخليك تكمل الطماطم ساهل برشا باش نقعد نتبعك انا ديجا. وتوا وقايد اسئله طبيب. رجعنا مع اسئله طبيب، قلنا باش نعدي وقت مزيان وبرشا افاده على ذيك. سعيده جدا باستقبال هدى السعيدي ميدسان استيتيك. مرحبا بيك دكتوره نورتنا. يفضلك ميرسي. مرحبا بيك وبالمشاهدين الكل. اميره ميكني دو لابوغاتوار كوالفي بتدار. مرحبا بيك اميره. بيك عايشه اختي. الوغ دكتوره اليوم باش نحكيو على زير اكت معاش نجمو نستغنيو عليه رجال ونساء. وي توتافي. دونك الا زير اللي يقول لازير يقول لازير ديبيلاتوار، باغ كونتخ لازير فما برشا انواع اللي هما فما لو لازير ابلاتيف، فما لو لازير ديبيغمونتيغ، لو لازير فاسكولير،
Et bien sûr, le laser dépilatoire. بالنسبة للسيكاتريس دكتورة، برشا عندهم دي سيكاتريس. Oui. Bon, برشا فينا ما يعرفوش اللي بلازير كيف ينحي لي سيكاتريس. Oui, tout à fait. En fait, les cicatrices, quelles que soient par exemple les cicatrices d'acné, les cicatrices chirurgicales par exemple, il y a beaucoup de femmes qui demandent d'estomper les cicatrices chirurgicales telles que les cicatrices d'abdominoplastie ou la de mammoplastie. Femmes à les cicatrices de brûlure. Et donc, alcool, effectivement, on peut utiliser le laser et c'est le laser CO2 ou le CO2 fractionné. On peut l'utiliser pour. Donc traiter ces cicatrices. هو احسن وقت يقولوا فصل الشتاء باش نعملوا فيه اللازير. Tout à fait. احسن وقت هو وقت الشتاء كما قلت ولو لازير سي او 2 فراكسيوني هذه معناتها حاجه تسمى جديده في علم التجميل باسكو بكري il y avait le laser ce qu'on appelle le laser CO2 traditionnel. والمشكله نتاعو اللي لو باسيون من بعد لازمو فتره طويله نتاع نقاها. توا avec le laser CO2 fractionné ولا لو باسيون بعد 10 jours يرجع لحياته الطبيعيه. كي نحكيو زيد على برشا نساء ولا برشا بنات يجربوا الميكرو بليدينغ ولا الميكرو شيدينغ ولا حتى التاتواج، هنا باش نحكيو على برشا يعانيو من التاتواج اللي يولي لونه ازرق وموف وكيفاش نحيه. باهي avant tout سامحني باش دونك جو في ان رابيل ان تي رابيل دونك نذكر بحاجه راهو سميوه اللي سميوه ميكرو بلادينغ ميكرو شادينغ ميكرو ما نعرفش شنو راهو تاتواج توا افيكتيفمون فما ان لازير سبيسيال ان لازير دي بيغمونتير اللي هو ينحي لو تاتواج ان فيت الحقيقه مش في مره واحده يلزم بلوزيور سيونس باش نحيو لو تاتواج. Donc il faut plusieurs séances ou c'est le médecin qui on dit احنا qui dose قداش من séance c'est selon l'évolution du tatouage. Bien sûr selon la pigmentation Zeda. Déjà les longueurs d'onde qu'on utilise ça dépend de la pigmentation. Donc من هنا باش نمشيو déjà les lasers خاطر كي نقولوا البشر يقول لك اللازر انا كي نعملو قداه من سيونس صعب باش نبداو لازير ديبيلاتوار وزيد كيف راهو يضر البشره يتسبب في العقم وينجم يتسبب في مرض عافينا وعافيكم الله السرطان. به ينجم يضر البشره. وي سي اي ني با في باغ ان اكسبير سي لو لازير ني با في باغ ان ميدسان ينجم يحرق على خاطر لو ميدسان نورمالمون الا في سا فورماسيون il sait quoi faire, le paramétrage nta'o yebda ya'rfo selon le phototype, selon yani beaucoup de choses, selon le type de la peau, selon le poil lui-même, la couleur du poil, sa densité, son épaisseur. Ba'd fama barcha ishaat, c'est vrai, le laser يسبب العقم, le laser يسبب السرطان. Non, c'est pas vrai. Donc le laser donc il est safe, c'est l'effet معناتها par les experts il est safe, mais سبب هذا الكل, ce n'est que des rumeurs. فوالا بالعكس هو يرتح برشا يرتح المراه برشا ليبيلاسيون على سير ولا بالحلوى تنجم تعمل لانفلاماسيون و باغ لا سويت لانفلاماسيون هذيك الريتم سو ترانسفورم اون دي تاش فوالا وي دونك هوني حل كبير اللي خير برشا من ليبيلاسيون تراديسيونيل فوالا فوالا داكوغ هدي باش نعاود نرجع نحكي معاك خارجين فيتير دكتوره هدي دكتورة أنا نقول مع لاميتين استيتيك ديما عندنا الحلول اللي تكوني جميلة وي
effectivement ça c'est vrai. Alors كي نحكيوا على العزير يقولوا برشا لي سيونس وعليه لي سيونس هذوما وقديه في بالهم كل واحد يزمو لو ميم نومبر دو سيونس اللي هو من الجام يكون هكا هكا ولا انت والشعره انت والفوتوتيب هذا كل انت باش تجيو بعدي. Oui, effectivement, donc le laser dépilatoire il se fait en plusieurs séances, معناتها مش حصه واحده, اكثر من حصه تنجم تكون jusqu'à 8 séances. D'accord. Voilà. وبالحق اللي لا كيستيون دي باسيون دكتور علاش برشا سيونسات يا اخي ما فهمي علاش مش مره واحده ونرتاح وكا هو نقعد نرجع كل شهر. وي سي اون كيستيون دونك ليجيتيم و جو بونس كو il faut répondre à cette question. ونفهموا الباسيونت اي با لو بوال لو سيكل دو في دو بوال كو سوا لو بوال في البدن ولا حتى في الراس يعني شعر. Donc, il y a trois phases. Une phase de croissance, une phase de repos et une phase de mort. Voilà. Le laser, il agit sur le poil quand il est à la phase de croissance. Donc, par exemple, il y aura 15 à 20% des poils qui sont en phase de croissance. Donc, le laser, il y a des poils qui sont en phase de croissance. Mais il y a des ديجا اللي يبداو في الفاز دو مور نتاعهم ومشاو ما تجي الحصه الاخرى الا هما في الفاز دو كرواسونس هذوك مشاو على رواحهم وبقعتهم نبته شعر اخر دونك لو لازير باش يضربهم وهكذا دواء ليك لو لازير كل مره يضرب معناتها في الفاز في لي بوال اللي في الفاز دو كرواسونس وهما قاعدين ينقصوا حتى نقضيوا عليهم. شكرا دكتوره نورتنا نورتنا بمعلوماتك شيخه وديما فرحانين بالكفاءات نتاعنا لي ميدسان استيتيك سون باغمي لي ميور في العالم كامل في لا ميدسين استيتيك. دونك مرحبا بك جدد لقائنا معاك مع المعلومه والافاده. الور انيرا ميكني دو لابوراتوار كوالفي استنسنا بكم استنسنا بالجديد نتاعكم ومحليه الغتور نتاع لي كليونت نتاعكم. دونك اليوم نحكيو حتى على دي باسيون تمشيو لي نوتريسيونيست فرحانين برشا بلو برودوي. حكينا على نوفاماس حكينا على الكور بلوس حكينا على سبيرولين. دونك اليوم باش نحكيو على مشكله تهم برشا انسى ورجال اللي هي تساقط الشعر. تساقط الشعر اليوم ان شاء الله باش نحكيو على مكمل غذائي اللي هو سيتيكابيل. دونك شكون فينا ما يعانيش من تساقط الشعر وشكون اللي كان شعره كثيف معناها وبشويه بشويه قاعد يخف. دونك اليوم باش نحكيو على المكمل الغذائي هذايا اللي هو ريالمون اونتي شيت وفيرتيفيون وميم طون معناها ينحي تساقط الشعر وميم طون يصلح الشعره الجديده اللي طالعه. قبل ما نحكيو على مكونات سيتيكابيل نحكيو على اسباب تساقط الشعر. اسباب عديده فما اسباب اللي انا نعرف شطرها فوالا فما اسباب بيريوديك فوالا هذيا اي الفورمول السلفات معناها فما اسباب كما نقولوا احنا موسميه واسباب ديغابل واسباب مربوطه بالنفسيه فوالا هاك حفظتهم ما شاء الله عليك. دونك نقولوا احنا معناها لي تروبل هرمونال فتره الولاده فتره الحبيله المينوبوز معناها هذوما الكلهم ينجموا ياثروا على تساقط الشعر. ستريس معناها لي برودوي شيميك اللي نستعملوهم في الشعر نتاعنا. بالنسبه للحاجات الدائمه نقولوا احنا الامراض ساعات الدويات معناها كما عافانا وعافاكم الله سرطان ولا داء السكري ولا الغده الدرقيه ياثروا برشا على شعره. سوء التغذيه لانوريكسي ديجا السن فوالا شعره ما تكونش الحقيقه ملي انت صغيره تتبدل. القوة نتاع سيستيكا بيل في المكونات نتاعو، احنا ديجا قلنا اللي سوء التغذية هو عامل من عوامل تساقط الشعر، لازمنا بيان سور نصلحوا التغذية نتاعنا، لازمنا ناخذوا برشا أغذية فيها برشا معادن فيها برشا فيتامينات، الفيتامين دي، الفيتامين دو جروب بي، الفيغ، الكالسيوم، اكسيتيرا، وكيف كيف زادة نعملوا على المكمل الغذائي سيستيكا بيل اللي باش يعمل ليكيليبغ فوالا باش يعمل ليكيليبغ أون مينيغو. دونك أول حاجة فيه البيوتين، معروف البيوتين ديجا يصلح الشعرة هو اللي يصنع الكيراتين دونك يخلي شعره سوبل ويعاود هكا يغجينيها الكل. كيف كيف فيها الزنك، الزنك معروف اللي هو يصلح الشعره من الجذور نتاعها. فيه نبته ذيل الحصان اللي هي معروفه ديجا في وحدها هي كومبلكس اون فيغ اي مينيرو متعدده، هي زاده تنشط الدوره الدمويه وهذاك علاش لي روبوس نتاع الشعر تعاود تقوى. داكوغ دونك هذايا تبارك الله كومبلكس نتاع فيتامينات موجوده في سيستيكا كبير. باش نزيدو نحكيو قول وصورة خلينا نمشي فيدي ورا
الوغ كيما شفنا في الفيتير كيفيه استعمال السيستيك ابيل باش نتحصلوا على البرودوي امير. البرودوي نتاعنا نلقاوه في لي فارماسي في لي بارا فارماسي والا يجيكم حتى للدار لي فريزون دوميسيل. ديما سعيده جدا باستضافتك انت لي نوتريسيونيست ومدام خلود عارفه اللي نحييها تحيه خاصه صاحبه لامارك كوالفي تحيه اون فيغتي بالحق اليوم نلقاوك في السوق بماكينتك ببرودوي نلقاوه في لي فارماسي كيف كيف لي بارا فارماسي. استحفظوا على رواحكم وعلى صحتكم مع مكمل غذائي ذو مواصفات اللي هي مطلوبه هكا ولا اكيد. يتجدد لقائي معاكم ان شاء الله لو برودوي جديد جيهم الساده المشاهدين وتوا احنا مواصلين المجازين. شيف باش نجي من غادي ريحه عملت فيا من توا ديجا ملي بديت تقلي في الحم. اسمع باغ كونتخ عملت كان الفلفل الاكحل ولا والملح؟ باش نخليها انا بطلك باش نقص من لي زيبيس توا. ايه وباش نخدموها باش نذوق القوم تاع السبناخ قول الحم. دونك السبناخ باش يصيبك البنه نتاعو صحيح مع القوت. دونك خلطنا الحم المفروم اللي قليناه من الاول بالكل وحطينا معاه السبناخ. السبناخ وتو باش نعملو صوص طوماط نتاعو. اوكي دونك توا باش نعملو صوص طوماط جوست نحطو الطماطم. طوماط فري مع شويه كونسونتري. قداش هكاك مغرفة على مغرفتين؟ مغرفتين الكونسونتراسيون تاع الطماطم هذيكا وعندنا مغرف وعندنا كارتين طماطم فهمت باش ناكلوهم بنين باش يعطيوك القوم تاع حاجة تاع دخول الربيع. دونك صوص طماط نتاعنا باش نحطو فيها المغرفتين احنا قلنا طماط كونسونتري معاها طماط فريش دونك كارتين زادا كيف كيف. كارتين طماطم إيمان باش نوريك أسيوس توا الجرانيت نتاع جيرات. إيه. اللي هو كيما نغزرو. خدمنا بها اللحم جست شويه بابيي سيرفييت تصحت لا غسيل معون ولا ماء ولا جر وحك واعمل وهي تبارك الله الناس دي هيك باش نحطها على الغاز نتاعي. ماني قلت لك كل شيء رابيد كل شيء رابيد ويحبكش تغسل برشا معون لازمك تكون حاذقه صحيح. باش نحطوا طماط طماط خيم تاعنا او كلمه الزيت موش يحمي برشا حطوا معاها الماكل كونسونتري ماكل كونسونتري. دونك باش نحضروا الصوص نتاع الكانيلوني حاطه لازمك تلهي بكوجينتك وتكون عندك دباره كيف كيف الديكور نتاعك يحكي عليك وعلى شخصيتك. على ذيك من كوجينتنا للديكور خلينا نمشي فازا ديكو وراجعين. جيرات لار دو لا ميزان. كيف ما قاعدين تشوفوا طاولة البرانش نتاعنا حاضرة طاولة بيان اكسبوزي بيان كولوري فيها النيسيسير الكل بطبيعة من نوفيل كوليكسيون تاع جيرات لار دو لا ميزان. اخترنا باش نحطوا لي سيت دو تابل هذوما الغوطان حاجة توندونس وتعطي زينة للطاولة. كيف كيف لي زاسيت اخترناهم اون سيراميك des assiettes pour le salé et le sucré. وقتنا زيدا سيرفيس هذايا سيرفيس مزيان ويمشي مع البوكي دو فلور اللي حاطينه في الطاوله. بالنسبه للمناجير اخترنا مناجير سامبل زيناه بالسيرفيت هذي وباليزانو اللي هما ياسر طوندونس توا مزيانين. اي بور سيرفير نلقاو عندنا البلانش هذي اون بوا كيما نلقاو زيدا لي بيس هذوما اللي نجمو نحطو فيهم الزبده العسل الحاجات اللي باش نحطوهم في البرانش نتاعنا. وبطبيعه من غير ما ننساو الكربي نتاع الخبز هذايا اللي اخترتو روتان اكسبري باش يبدا اسورتي على سيت دو تابل نتاعنا الغطا. اي بور فينير اون بوتي عندنا الفاز هذايا نوار نتاعنا اللي فيه الورد الراس كيف كيف باش يبدا اسورتي على الطاوله. وعندنا زيدا ديفيزور اون روز اي نوار باش يبدا اول حاجه يعطي توش مزيانه للطاوله اون بليس يعطي ريحه بنينه للطاوله نتاعنا. وكملنا بلي فلامون هذوما دي زارتيكل ديكوراتيف. وانت زيدا كنت حاب طاولتك كيف ما طاولتنا ما عليك نجيب حدينا في جيرات لار دو لا ميزون شارع فاطمه بنجيبه سكرة ولا جيرات لار دو لا ميزون خزيمه سوسه. كان ما تنجمش تجيب حدينا تجرب تدخل لي باج انستغرام فيسبوك جيرات لار دو لا ميزون ولا السيت نتاعنا www.girat.in تلقى فيه لي زارتيكل الكل لي نوفوتي اي لي فونت فلاش. مرحبا بكم.
مدينها تونسي باي لابوغاتوار نهيل. ديما كي نحكي على لابوغاتوار نهيل نقول مؤسسة لها وزنها في السوق، زينها تونسي خاطر تحترم جيب التونسي، ذوق التونسي وصحته. برشا فينا ما يعرفوش اللي إليغانس لابوغاتوار نهيل، كيف كيف روجاني، ميتسي وبرشا ماركات منهم بادي اند بادي. اليوم باش نحكيو على دو برودوي، خليكم معنا في الفقرة التالية. عسلامة ومرحبا بكم في زينها التونسي. اليوم جيت باش نحكي لكم على المنتوجات اللي تراو فيهم قدامكم اللي هما لي بودي ميلك دو شي لي لابوغاتوار نهيل. مي قبل ذي الكل نحب نحكي لكم على لو براند تونسي اللي تراو فيه قدامكم، على سوسيتي تونيزيان مير كي اكزيست من عام 1982. سنة اون ا ايتي ايلو ميور براند في تونس، معناتها من اعز الشركات التونسيه اللي تصنع، خاطر ديما نعاود نقول اوني اندستريال اللي تصنع ان 2023. دونك هذا شرف كبير لينا احنا اللي ينتخبونا التوانسه على منتوجاتنا، وحاجه تخلينا وتشجعنا باش نقعدوا ديما نواصلوا ون ديفلوب لي برودوي اللي تحبوا عليهم انتم الكل واللي باش تلقاهم في كل دار. وتوا باش نحكي لكم على لي بودي ميلك دو شي لي لابوغاتوار نهيل. كلكم تعرفوا اللي لا مارك بودي اند بودي هذه سي ان مارك، سي ان سو مارك دي لابوغاتوار نهيل. دونك احنا كيما تعرفوا في نهيل عندنا نهيل وعندنا روجانيت، عندنا بودي اند بودي، عندنا اليغان، عندنا زيدا لو بيبي كير، اي بيان سور عندنا لي برودوي ديستيني بور لا بارافارماسي. مي باش نلقاو زيدا لا مارك بودي اند بودي كي باش تراوها، راو ساشي كو سيت مارك ابارتي au laboratoire Nihel où je fais ce qu'on appelle les body milk. Je nomme les body milk ou halib le jasm bel arabia. C'est en fait une formule qui est un peu liquide par rapport à la crème en général et qui se présente comme ceci. Je t'ai fait un packaging fait 500 ml et qui va se décliner en plusieurs parfums. Je n'ai les parfums le col fait le body milk. La chose elle bien elle est il va hydrater le corps, il va protéger donc c'est la peau qui est la peau jefa au col. Donc هو باش يجي باش يحط كل فيلم على البشره باش يرطبها بالقد وباش يغذيها en profondeur. علاش؟ على خاطر فيها une grande quantité de beurre de karité اللي هو معروف. Le beurre de karité partout dans le monde, c'est un produit hydratant et c'est un produit qui va nourrir en profondeur donc le gel d'interne et puis aussi les cellules et les bichtrali gel d'interne nerma barcha ou en bonne santé mais aussi hydraté en profondeur. Pour finir, habankolkom اللي باش تلقاو لي بارفان اي لي فراغرانس غورماند الكل في الجام هذيا. دونك فريمون حتى اكيد عبد ما يحبش اون نوت ولا اون فراغرانس ياسر قويه. باغ اكزومبل هنا فوز افي دونك لو بودي ميلك على افوكا اي لو بور دو كاريتي اللي هي سي اون نوت فيرت. باغ كونتر لهنا باش نلقاو دي نوت ان بو بلو سكري و دونك تري تري غورماند. اي كوم سا نخليو المستهلك نتاعنا ولا العبد اللي يحب يشري لو برودوي يختار انا هو برودوي باش يشري. فوالا المره هذه حكيت لكم على لي بودي ميلك. المره الجايه بيان سور في الحلقه الجايه باش نتقابلوا باش نحكي لكم على دوت برودوي دي لابوغاتوار نهيل. دونك جو دي ا بيانتو اي ستي توند بور لي برودوي اللي باش نحكيو عليهم المره الجايه. بيزو. في تبعني اليوم ضيفتي ملكة جمال تونس 2024، مرحبا بيك. احنا نهتموا بالجمال في ماجازين، دونك اليوم باش نهنيك من ماجازين على قب هدايا اللي هو ملك جمال تونس اللي باش تشارك به في مسابقه ملك جمال العرب. هكذا بالضبط، ملك جمال العالم العربي وي بصير في مصر ان شاء الله نهار 10 فيفري. دونك فرحانه برشا نتصور باللقب هذايا. بالطبيعه خاطر اللقب انا فرحانه برشا لقيت عندك قوه شخصيه في وسائل التواصل الاجتماعي على الرد على كميه ما نقولش تنمر او ترقيمي، خاطر انا نمن اللي كل مراه جميله، ما فماش مراه مش حلوه في الدنيا، واللي ملكه جمال تونس ولا حتى العالم لازم تمثل خلينا نقولوا لي فالور. لازم ملكة الجمال تكون عندها القيم، تكون عندها مبادئ، وتكون عندها دي زوبجيكتيف. وي بالضبط. اسكو في المسابقه هذه كان ساهل برشا باش تاخذ لقب؟ لا ماهوش كان ساهل، على خاطر عندنا زاده برشا متسابقات معانا، معناتها دي بنات معانا كل واحده معناتها تمثل حاجه قويه، معناتها حتى في الثقافه باش نلقاو، معناتها باش نلقاو برشا دي دومين باش نلقاو، معناتها في الجميل كيف كيف باش نلقاو، معناتها برشا بنات مزيانين، معناتها مش ساهل انك باش تاخذ اللقب. نحس روحي نستحق على خاطر عندي زاده كمان معناتها بروفيلي كمان امبورتون. ايمان راهو قاريه ميديسين، قاريه بيوتكنولوجي ميديكال
توسكي تحليل جيني ADN وكل تصميم الازياء زاده مصممه ازياء خبيره في الموضه زاده في عديد القنوات التلفزيونيه التونسيه دونك عملت برشا اعمال خيريه خاصه بريود الكورونا دونك هذا كل وعنده معناتها قراوا له حسابه وحطوه معناتها بعين الاعتبار من عند لجنه التحكيم فما تصوير مش سامحني هي نورمال نحطها بالحق حكمت عليك اللي يتفرج اللي انت مش حلوه باغ كونتر بعد خرجت لنا بتصويره اخرى حلوه برشا بالضبط خاطر هي كانت سي تنظيميه معناتها على غالب معناتها اللي تحطوا سنة في التنظيم في ملك جمال العرب تونس ما كانوش اهل معناتها للمهرجان هذايا ان شاء الله تكون غلطه ونتعديوها ومش تكون نكته كحله معناتها في الكارير نتاع ملك جمال العرب في تونس على خاطر تونس كمان معناتها كبيره برشا وتنظيمين معروفه معناتها على شي لغاب معناتها نقولوا احنا اللي هي معناتها تنظيمين معناتها حاجه تخدم بالكدي التصوير هذيك دليل على برشا حاجات ديجا انت ميك اب تشوف التصوير تعرف اللي هو الميك اب معناتها خايب على الاخر لبسه كيف كيف تعرف ماهيش نتاع لبسه نتاع حفله نتاع اختتام ملك جمال العرب كيف كيف التصويره معناتها ظهره نتاع مصور غير محترف في البدايات مش نقول محترف غير محترف اما في البدايات نتاعو معناتها كان ينجم معناتها يحسن اكثر ولا يجيب شكون معناتها يعاونو باش خاطر زاده اسمه تحط في الصوره هذيك كيف كيف الاضاءه زاده خايبه لاغيغ نتاع التصويره كيف كيف خايبه معناتها لي كونديسيون كل خايبين ايمان باش خرجت تصويره كيف ما هكاك تو سامبلومون يعني ما كانش فما مرافقه سيارات ضخمه ما فماش دي كونديسيون سنة يعني قلت لك مش كيما العام اللي شاركت فيه عام 2017 مش كيما سنة معناتها ان شاء الله تتحسن الصوره هذيا نحب نقول لك اللي زاده راهو ديما نخرج وانا ديما نقول لازم تكون بوزيتيف وانت تبارك الله عليك ان نحترم برشا المراه القويه خرجت بلقب ميس تونيزي سي لو بلوز امبورطون في لي زوبجيكتيف نتاعك في المسابقه شنو تنتظر ان شاء الله في مسابقه ان شاء الله تتحلي برشا بيبان ان فيت نحب تتحلي بيبان معناتها في دومين ميديكال نحب نعمل هكايا جمعيه خيريه نتلم فيها انا وبرشا مثلا من المجال الطبي نعملوا حاجات خيريه على باز معناتها بدون معناتها مقابل ولا حاجه كيف كيف زيد نتمنى ان تتحلي حاجه في الاعلام هذيك هما لي زوبجيكتيف نتاعي اكثر ان شاء الله يكونوا اكبر من هكا ان شاء الله طريق طويل العزيمه اهم حاجه والثقه في النفس كي قرنوك باللي ميس ميس تونيزي اللي قبل كيما احلام سويدي وبرشا دينيس دونك شنو الرساله اللي تنجم توصلها للساده المشاهدين حابك توصلي لهم لهنا يقارنوني بملكه الجمال كل وحده وصفاتها كل وحده وكاركتيرها كل وحده وصفاتها كل وحده وجمالها كل وحده وكاريرها دونك لو وحده تشبه الوحده نجم تكون هي خير مني نجم تكون انا خير منها بعد نجم تكون هي حاجه ما وصلت لهاش نجم انا نوصل لها بعديك دونك جوست انتم شجعوني شويه وتشوفوا شنو باش تراو مني انا خلود جسمي اكتشاف انت بالنسبه لي اليوم في المجازين بالحق يفرحني برشا اللي عندك قوه شخصيه وبالحق الرد نتاعك انه لازم تكون قويه خلقنا ربي سبحانه وكل امراه عندها الميزه نتاعها وكل امراه عندها لتخ نتاعها وجمالها الخاص بها وشخصيتها هي اللي تعكس جمالها وقوه الاراده خليك ديما هكا قويه ان شاء الله نشوفك زيد قويه في اللي يستنى فيك في المسابقه ان شاء الله تنورنا مزيد من التشجيع مني انا شخصيا مرحبا بك معنا في المجازين نورتنا عايشك واحنا مازلنا مواصلين مجازين اكسبير ولي برودوي لي برودوي ناتوريل كي نحكيو على برودوي من قلب الطبيعه نحكيو على بموج الطبيعي وكل عاده سعيده جدا باستضافه كركوين غزايل مرحبا بك عايشك كمان حضره سعيد هكا راف الفرحه ديجا في وجهك وديما بجديد الحمد لله ما شاء الله على الايماج نتاعكم الحمد لله فما تطور ملحوظ انا اليوم على شنو باش نحكيو كركوين اليوم باش نحكيو على كومبليمون اليمونتير اللي هو اسمه جانسينغ
الجانسينغ ايميل ماهيش نبته، هي عروق نتاع نبته. الاسم الجانسينغ في تونس مازال ماهوش ياسر اون فاك، اما في العالم الكل راهو شائع على خاطر عنده برشا منافع. راهو معناتها ان كومبليمون اليمونتيغ ياسر ياسر مهم للجسم الكل، فهمتني؟ اون برومي دوغري اللي هو يقوي المناعه. نحن ننصحوا به اللي يعانيوا من الفيتيليغو اللي هو البرص الثعلبه. زيد منصوح به اللي عندهم معناتها يعانيوا من مرض السكري على خاطر يعدل السكر في الدم. وزيد يعاوننا على معناتها باش العبد كان يحب ينقص في الوزن. وزيد راهو سي تري امبورطون دو دير اللي هو ان اليمون تري امبورطون باش ياخر ظهور علامات المينوبوز. حتى اللي عنده معناتها اللي عنده البرص راهو ياخذ كومبليمون اليمونتيغ ومع كريم. اما لو بلوز امبورطون باش يستعمل المكمل الغذائي راهو، معناتها باش ياخذ كريم وحدها باش تعاون. اما راهو لازم الجانسينغ، والبرودوي هذايا راهو مهم جدا وعنده منافع برشا، اما ديما مع بعد استشاره طبيب. هاكا اهل الاختصاص معناتها خاطر فهمت ديما بعد ما نشاوروا الطبيب نتاعنا. جانسينغ هذايا زاده عنده منافع راهو عديده على الوجه وعلى الشعر. كي نقولوا اللي هو انتي اوكسيدون معناتها باش فوالا معناتها باش يخلي البشره، نقولوا نحن بلوتو يل ريجينير لي سيلول، هكاكا ياخر ظهور علامات الشيخوخه والتجاعيد كي باش يجيو في وقت متاخر معناتها فهمتني. وزيد يخلي الشعر يعاونه باش ما عادش يطيح وهكاكا يطويل ويبدا سوبل ويدغاتي. وزيد هو راه مضاد للبكتيريا جوكو لهنا معناتها باش يخلي الفروه نتاع الراس فريش وما فيهاش قشره. اللي عندهم الصدفيه راهو ياخذوه على خاطر شفتك القشور في الشعر اللي فما عبيد عندهم في الجسم الكل وما في الشعر تبدك القشره الخشينه والجروح كما تعرف ايمان فهمتني. هو راهو يعاون باش يلمك معناتها يعاون على السيكاتريزاسيون نتاع المرض هذاك نتاع الصدفيه فهمتني. معناتها فما ديكا يجي نشوفوا نحن معناتها يعمل دياغنوستيك نتاعو يعمل تشخيص عندكم وانتم تشوفوا الحاله نتاعو من المحبذ انها تكون بعد استشاره الطبيب. هذوما الكل اللي باش ياخذ جانسينغ دو بريفيرونس بعد استشاره نتاع طبيب. هو راهو منافعه عديده اما هو قوي، معناتها نحن ما ننصحوش به المراه الحامل واللي ترضع والصغار. كي نقولوا الصغار راهو اقل من 5 سنين راهو لا. داكوغ، وديما نقولوا راهو منتوج بموج الطبيعي يخضع للمواصفات عالميه برشا تحاليل وعندكم ديجا الشهيد نتاعكم موجوده وال كل شيء. لي زاناليز الكل موجودين نتاع لي برودوي الكل في بيموك. جوست احنا ما قلناش معناتها علاش هو يعمل هذايا الكل. الجذور هذوما نتاع الجانسينغ راهم غنيين بلي مينيرو، فيه الزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وزاد الفيتامين الاو والسي. مرحبا بالناس الكل، موجود في تونس وسوسه. تونس للتذكير تونس ثلاثة نهج خلفاء راشدين المزه الخامس وسوسه اقامه ملكه الطابق الاول سهلول سوسه. يتابعونا زيدا على لي باج فيسبوك انستغرام تاع بيموك. راهو عملنا روبريك جديده في معناتها عندنا دي فيديو برشا معناتها عبيد كي تشري البرودوي تنسى المود امبلوا والا ما تستعملش معناتها طريقه الاستعمال مهمه جدا خاطر راهو برودوي ناتشوغيل لازم المواظبه وتستعمله صحيح. هاكا تلقاو لي فيديو نتاع معناتها طريقه الاستعمال نتاع كل برودوي على الباج انستغرام والا فيسبوك. كركوين خليك معايا باش نعاودوا نذكروا بالارقام وكيفاش نتحصلوا على برودوي نتاع بيموغ الطبيعي. باش نمشي رمزي نشوف وين وصلت الغوسيت. تحب الكانيلوني جو بونس؟ اي تنذوق. الو رمزي وين وصلنا؟ وصلنا صوص طومات نتاعنا طابت. اي قلنا طومات ريحتها بنينه برشا صحيت. ونحب نوريك حاجه. اي ليبيدور البات نتاعها تالمون غافيني. نشوفوا حتى الفون من داخل كيفاش الفاخ سراوه والفون ظاهر والكعبه ما ترشقتش. ما ترشقتش باش نطيبوها برشا فما اللي يطيبوا ومن بعد يحطوا الفاخ. لا لا كيما هي وباش تطيب في الصوص نتاعنا. الصوص جديده هذا بيان سور. انا ما اغزر ديما نعطيك كان جديد يا ايمان. بريسك الروسيت نتاعنا حضرت كركوين. نرجع لك اللي كنتي كيفاه نتحصلوا على برودوي بيموغ الطبيعي. الارقام موجودين على اسفل الشاشه. زوج نذكروا ب 98 200 023 والا 29 031 032. تابعونا على باج بيموغ الطبيعي فيسبوك ولا انستغرام. ومرحبا بالناس الكل يلقاو لي زوفر راهم لي برومو. كان فما برومو راهم في لي باج هذوما.
ميرسي كركوين، يجدد موعدنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. مزيد من التجديد وإحنا راجعين لكم مع الدريساج. عسلامة، اليوم في دايت باش نعملو وصفات سهلة، نيني سالي، بسكوين، البيام سالي، باش نستحقو فرماج بلان، كريم فريش، تون، شوية معدنوس وشوية كبة، نخلطو الأدوات متاعنا الكل. وبعديكا نحطوهم فوق بسكوي سالي البيام ونحطو كعبة أخرى من فوق، وهكا تكون الغسات متاعنا حاضرة صحة وشفاء. وصلنا للدريساج متاع الدبارة متاعنا المالحة، دونك اليوم عملنا كانيلوني فخسي بالسبناخ والقوطة والمفروم والقوطة، وزدنا زيدنا من فوق زيناها بالسبناخ وشويه قوطه حليناها مع الصوص طوماط هذيك اللي حكينا عليها. مقرونه نتاعنا شاده روحها كيما تراو، كعبه كعبه مع ليبيدور، ديما ما عندكمش مشكله لا ترشق ولا تلصق، بنينه برشا برشا. نزيدو نعطيوها شويه دونك هذي باش نحطوها من فوق زينوا بها القوطه. الصوص هذه اي مالها، لازم شويه قوطه معاها مش بعد كي تاكل تهز معاك القوطه. صحيح. انا مع ريحه هذايا لازمني نذوق من الكانيلوني نتاع رمزي. دونك وصلنا كيما تراو للدريساج نتاعنا، توا وقيت مومون إليغون وراجعين مع كويزين سكري. السلام عليكم زينات، شعرتكم بخير الناس الكل، معكم ريحان كالعاده في استوس جديده وفيديو جديد. اليوم باش نجربوا مع بعضنا تكنيك جديده، الحقيقه انا ديجا جربتها قبل دونك باش نعملها معكم تلمو عجبتني. التكنيك هذه اسمها اندر بيتينغ، اللي خرجتها الميك اب ارتست اللي معروفه برشا اللي تمكيج للستار ولي موديل وكل شيء كيما كايلي جينر ايلي بيبر. والتكنيك هذه تعرفت بالقديه بالقديه تلمو تخلي السكين هكا فلوريس، تخلي الطعم ناتشورال على الاخر ومزيانه. انا ديجا جربتها وننصحكم بها على الاخر، لكن تحبوا تعرفوا التكنيك هذه كيفاش خليكم معايا. وهنا توا باش ناخذ الفيكساتور هذا نتاع اليغون باش نستعملو كبرايمر للفون دو تون. اول حاجه باش نبداو بها الكونتورينغ، اي كونتورينغ باش نبدا قبل الفون دو طون. التكنيك هذيا جديده علينا، مانيش مستنسين نعمل هكا، مستنسين نعمل فون دو طون بعد الكونتورينغ بعد لونتي سيرن. دونك لي زيتاب هنايا باش يتقلبوا، باش نبداو بالكونتورينغ بعد لونتي سيرن بعد نعمل فون دو طون. دونك اول حاجه باش نبدا بها اللي هي الكونتورينغ، باش نستعمل هذيا من عند اليغون الريفيرونس نتاعو 2. طاب باش ناخذ البلاش نتاعي هذايا روزي، شوفوا لونه محلاه ياسر ياسر شخط علي، الريفيرونس نتاعو نيميرو 3. طاب باش ناخذ لو فامو اونتي سيرم تاع اليغان، هذايا الريفيرونس نتاعي 05 طيارة على الاخر، هذايا البيست سيلر ماري فيليبس. ما تستعملش برشا البيوتي بلندر، تستعمل اكثر لي براش اللي يبداو هكا منفوشين، معناها فلافي براش اكثر من البيوتي بلندر. انا باش نعمل كي ديما كي نبداو نبداو ديما نطلعو الفوق كيما هكا. كيما قاعدين تشوفوا لازمكم تاخذوا وقت بالقدي بالقدي في الدمج بالقدي. وتوا باش ناخذوا الفون دو طون تاعنا اللي لازم يكون الفون دو طون يبدا ليجير ولا ميديوم كافريج، ما يكونش كوفران برشا برشا. دونك انا باش ناخذ هذوما ليكويد فون دو طون من عند اليغون، هذوما التكستور نتاعهم خفيفه ليجير على الاخر، دونك نجم تستعملوهم كل يوم والا كيف كيف الليل اللي يحب حاجه خفيفه ومش ياسر كوفرونت. الاستوس لهنا انك تحط على يدك وباش تاخذوا فلافي براش كيما هكا تبدا منفوشه بالكدا بالكدا،
بيان سور لازمنا انفكسيو ليا من الكل بالبودر باش نستعمل هذه البانانا باودر من عند اليغان الريفيرونس تاعي 10 ناخذ شويه فيد بيان سور ما نحطوش برشا بودر باش ما يعطيناش كيفي كيفي ويظهر وجهنا مدخن وفي برشا بودر باش ناخذ شويه كيما هكا وكيف كيف باش نحي الاكسي على يدي باش نحيو اللمعه الزايده ونفكسيو اللون تاع السر ما تنسيوش ديما تكملوا بضربه فيكساتور باش هكاك المكياج نتاعكم يقعد لكم نهار كامل انتاكت و اون طون يخلي لكم الطون نتاعكم جلوي. دونك هكا نقولوا كملنا حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم التكنيك اللي وريتكم وتجربوها تعطيني رايكم. ما تنسيوش تتابعوني على انستغرام ونحب كيف كيف نعمل ريميرسيمون للغوب المدينه هذه اي لي اكسسوار من عند كونكورديا. نتقابلوا الحلقه الجايه في استيس جديده. يلا بيزو. مجازين رجعنا في صحنك ومع مويتيك. مرحبا بك تيجا كل عام. مرحبا بكل. انا وياك باش نرحبوا بإيناس قاسم. انا نقول باغمي لي ميور ستيليست في عالم الموضه في تونس. في تونس محليك تو في ليكسيبسيون. عايشك. ميرسي ميرسي بور لانفيتاسيون. عايشك. مرحبا بك. دونك انا بالحق نقول لك بون كونتينياسيون. نحبك تحكي شويه على ايكا اليوم موجوده بقوه. عايشك. ايكا سيت اون مارك تونيزيان دو بريت ا بورتي دو لوكس. On fait des tailleurs exceptionnellement des robes de cocktail période de Sifokul. Donc notre site bientôt Zeda, il sera disponible. Et sinon on Basma. Expose... Voilà, le basma نتاع ايكا انك تلقى ليتيكيت على اول وحده بديت بال تحط ايكا ليتيكيت تبدا موجوده على التايور ولا على voilà, هذيك لا توش اللي تعرفت بها لا مارك. On fait les étiquettes فيهم لا مارك اسم المارك في اللي... في لي فيست. alors Inès, انا قلت parmi les meilleurs, donc انت خبيره في المجال, donc شنو نطلب رايك, رايك في الفستيفال Joy Awards اللي صار في السعوديه. ليفينمون هذا خذا ان سوكسي حضروا فيه برشا دي ستار برشا دي ستار برشا دي سيليبريتي. لي لوك معناتها فما برشا دي لوك ديفيرون, دونك فما بليزيور كرياتور اللي لبسوا دي ستار في ليفينمون. كما نشوفوا مثلا نجوى كرم كما قاعدين نشوفوا فيها فوالا نجوى كرم الاكسيلي في اللوك هذايا. دونك نجوى كرم اختارت اون روب بلانش خرجت ان بو دو كلاسيك اللي العاده تلبس ديما دي روب سيرين اللي اكسسوريزي افيك دي غون لون واللي خرج اللي خرجت روبا ياسر اكسبسيونيل هو الاكسسوار اللي حطته في رقبتها. دونك خرجت اوت اوف ذا بوكس الحقيقه كيف ما عودتنا نجوى باللي لوك نتاعها اكسبسيونيل. هي اكسبسيونيل بالصوت نتاعها وزاده بذوقها وحتى الاطلالات نتاعها. نرجعوا مع شيرين عبد الوهاب انرجي جديده محليها شيرين هكا سي فغي محليها خرجت حلوه في الغوب اللي اختارتها اون غوب نوار فيها دي ريور ان بيستي عطاها اون الور حلوه افيك الميك اب والشعر وكل. دونك ان توتال لوك ياسر مزيان. التيسو انا خزرت لك ضحكت شنو رايك فيه؟ التيسو الحقيقه لو سول ديفو اللي في التيسو اللي هو نورمالمون المورفولوجي نتاعها ان نوري با دو بروندر ان تيسو في الغيور بالعرض دونك خاطر يزيد يعرض. دونك نورمالمون اون شوازي بور سا مورفولوجي حاجه يا اوني يا دي غيور بالطول باش يزيد يعطيها اون لونغور والى فين لا تاي. ميرسي انيس. اللي بعده الجميله منى زكي. منى زكي منى زكي الحقيقه هو الغوج ياسر توندونس. الا شوازي اون روب في الغوج بوستيه ان بو برودي مع اللوك نتاع شعرها وكل. دونك الا شوازي ان لوك سيف نقولوا نحنا حاجه كلاسيك تخرج على المورفولوجي نتاعها. دونك ما عملش برشا ايفور اما خرجت ياسر كلاس نعطيها حتى 9 سور 10. نادين نادين جيم نادين جيم جميله خلينا نقولوا ياسر ياسر مبدع. نادين جيم الحقيقه خرجت ياسر حلوه في الغوب نتاعها كرياسيون اللي صعب كيف كيف الكولور entre le mélange entre l'argent et le doré ياسر يخرج مزيان. elle a bien serré la taille donc ça affine عطاتها une allure حلوه. الميك اب نتاعها كيف كيف très naturel. شعرها خليته naturel donc ça va avec le look. donc ça va
كان تجم تعمل مخير الحقيقه خاطرها ياسر في الميك اب وفي الشعر مروبه ياسر مزيانه جو بونس عشان راهي لا لا الغوب ياسر مزيانه اي اما جوست شويه الميك الشعر ناقص شويه خدمه جو بونس خليته برشا ناتوريل دونك هي ديما عندها لوك سبيسيال مكياج ديما عن نيود محليها زيد نادين وكما يقولوا انجلينا العرب هكا سي فري سي فري ياسر حلوه تبارك الله عليها ميرسي بوكو انيس انت ديما مشرفتني خليك معاك تشوف الغوسيت وبعد نرجع لك البيام بنوا عليها الكلام برافو البيام في لي غراند سورفاس البيام موجود في العطار البيام عند صغار وعند الكبار ناخذوه غوتي ناخذوه مع القهوه نتاعنا كيف كيف نعملوا به لي غوسيت غوسيت نتاعنا اليوم Alors, la recette est une croûte de lait. Je vais revisiter. Rien à voir avec croûte de lait, comme vous savez, c'est une croûte de lait. Donc, le biscuit. Ou même, ça va être une crème pâtissière. Comme elle aime bien la harbi, voilà, elle aime la poudre. Ou le glaçage, ça va être une exception, un glaçage crunchy. D'accord, les ingrédients. Les ingrédients, donc pour la crème pâtissière, on a 4 kb d'adam, l'asphalte à l'adam, et très libre, 4 mgrf de chai, 4 mgrf de sucre, donc très facile à préparer. Ou elle est limite habiche, tu cherches à hadra en poudre ou d'idale à la libre. بسكوي البيم لا تغطيه تحت الشاي اي نحبو برشا تحبو برشا تعاوني برشا في الغسيل تعاونها برشا وبنين برشا لا نغطسو لحد شاي باش نحطوه كيما هو كريم باتيزير كوش باغ كوش اكسيتيرا ومن بعد لونغوباج بالشوكولا تخي فاسيل اي تخي بون دونك باش نتبعوك اكيد باش نكملو معاك تيجا انت ما شاء الله عليك ديما تخرج لنا روسيت ياسر مزيانه لو بلوز امبورتون بنينه وتنجم تكون دبرتك نهار لحد اللي كنتي ولصغيراتك وحتى لي زانفيتي انيس نرجع معاك نورتني ميرسي بوكو على رايك اليوم ميرسي ميرسي بور لافيتاسيون حضورك معنا بون كونتينياسيون ديما نقول فخر لينا مصممي الازياء لي ميديسان استيتيك بالحق اون فيغتي عندنا لي كومبيتونس في تونس عايشك ميرسي بوكو ميرسي بور لافيتاسيون يعطيكم الصحه عايشك ان شاء الله تري بيانتو ميرسي عايشك مازلنا مواصلين ماجازين مازلنا وقاي تقصير مزيان برشا وفي برشا افاده متعه لي زيكسبير لي بون بلون الاضافه معنا احنا في تبعني ضيفتي سحر سحر ريبريزونطونت من لابوراتوار اغرولاين ديرمافيك كالعاده مش جديده عليكم كوسوا في ماجازين ولا علاقتكم باللي كليون واللي كليونت نتاعكم مرحبا فيك بحدينا عسلامه يبان فما حاجه جديده باز ولا ثاني هكا فرحانه شيخه ما شاء الله عليك حاجه جديده دونك اليوم عندنا باك جديد اللي هو برستيج اليوم باش نحكيو على باك برستيج يمكن نقول لك باب ديسكارغون نورمالمون تفهم وحدك ليفيكاسيتي تاع الباك هكا ولا ليفتينغ افي ليفتينغ بريفونسيون دي ريد اي دي ريدول علامات الشيخوخه ما عينيش باش تظهر على بكري ما عينيش ان شاء الله ديما نقعدوا جميلات اكيد جميلات وجميلين خاطر ما نساوش الرجال بيان سور ولا يديو برواحهم دونك الباك نتاعنا شنو فيه بالضبط الباك نتاعنا فيه سيروم وكريم البرانسيب اكتيف نتاعو الاولاني اللي مركزين معاه في الباك هذايا هو الباف ديسكارغو الباف ديسكارغو نتاعنا غيش باللي برانسيب اكتيف وحده ايمان دونك كي نقول لك انا ريت ديسكارغو الكوكي نتاع هذيك كي تتكسر ديما نعطيه المثال هذا في جمعه ترجع علاش خاطر ريجينيرون يجدد الخلايا يجدد الخلايا بصفه كبيره تجديد الخلايا يعني تجديد نسبه الكولاجين بيان سور في الوجه بيان سور هو يجدد نسبه الكولاجين في الوجه ويحفز الوجه باش ينتج الكولاجين هذاك اللي باش يخلي لنا لي غيد يوخروا ما يظهروش معناها مع العمر يتقدموا لي غيد ما يظهروش هذاك علاش الباك نتاعنا ريجينيرون سيكاتريزون ينحي لي سيكاتريس يسكر لي بور ديلاتي اللي عندنا مشاكل لي بور ديلاتي حتى ايمان الصغيرات اللي متقلقين من حب الشباب وكل باك هذايا تحفون برشا لادوليسون اي لي ادوليسونت وي بيان سور ينحي الحب ينحي التخاص نتاعو زاد هو كيف ما كنا نحكيو على ريد انتياج زاد ابار انو انتي ريد انتياج نستعملوه من 20 سنه ميم حتى اصغر كيما كنت نحكي لك في سن المراهقه كي يطلع الحب وكل يتقلق نجمو نستعملوه هو ابار الباب ديسكارغو فيه الاسيد الهيرونيك فيه بيان سور زيت قلوب الهندي فيه البور دو كاريتي فيه لالوفيرا غيش باللي برانسيب اكتيف اللي باش يخليوه افيكاس كوم الفو اوكي داكور حاجه اخرى الباك نتاعنا ايمان ياسر يحبوه الرجال علاش سورتو كلي عندهم الشعر المقلوبه تحت تحت تعمل لهم لي زامبيرفيكسيون وتعمل لك لي بوان نوار وتعمل لك الحبه وتعمل التراس تعمل التراس ويبدا منظرها مش حلو في اللحيه ولا حتى كي حجم من بعد يقعد كلي بور ديلاتي مظهرينك منين تطلع الشعره فهمت هذاك علاش ياخو على الباك نتاعنا يسكر هو لي بور ديلاتي كيما قلت لك ايمان ابيزون معناها بعد الرزاج يعملوا لك كريم ينحي لي بوان نوار
خاطر تلهينا بهم اليوم تلهينا بهم هو احنا انا ركزت شويه على الرجال انسى ديجا معناها يعرفوا القيمه نتاعو حاصل ممكن نجم يشريوه الباك راجل ومرته ونجم يستعملوه مع بعضهم يفعلون بلا جديد الفورمول جديده تاع السيروم والكريم كما قلت لك هو فيه سيروم وفيه كريم فيه زاد الفيتامين او ما حكيتش عليه هنا مع لي كومبوزيسيون من بكري فيتامين او انتي اوكسيدون ظهر لي باك متكامل معناها يمشي مع العمر الكل يمشي مع الرجال زي تو تيب دو بو خاطرو يعدل الافرازات الدهنيه يعمل الكيليب فوالا ويمشي زاده برشا مع البوسيش ولا حتى البوكراس ينقص لها الاكسي دو سيبون وما يخليهش تشيح سورتو تو شتي الناس الكل معناتها تشكى من ريحه وقت العنايه بالبشره وقت العنايه بالبشره هذاك علاش الباك نتاعنا نجدك هكا فرحانه خاطر غيش على الاخر شنو بدو بيه كادو هذا هو بحد ذاته كادو من للكليون نتاعنا انا باش نود بيه الساده المشاهدين باش نخرجوا في فيتير وراجعين كيفية الاستعمال؟ الاستعمال في الليل على غشرة نظيفة نعمل السيروم والكريم زادا إيمان اللي حكيت شوية على الرجال خلينا نكمل نعطيهم طريقة الاستعمال بعد ما يحجموا نجموا يستعملوا فما حتى مشكل يستعملوا الكريم سورتو السيروم نخليوه لليل زادا الكريم تاع البرستيج ميم حتى المرأة ولا الراجل إذا هو موظب على الإكران سولير نتاعو سواء شتاء ولا صيف في النهار ينجم يستعمل الكريم خاطرها إدغاتونت هي زادا على باس وبعد يحط الإكران سولير نتاعو وديما احنا كي نعملوا باك ماذا بينا معناها متعدد الاستعمالات خاطر نخمو في العباد اللي ما تحبش كثرة البرودوي وكل هكا باك يخدم لها كل شيء فهمت دونك يمشي حتى باز دو مكياج سيروم ولا لاكريم ينجموا يستعملوها قبل المكياج ميرسي سحر باش تواصلوا معكم اكيد على باج فيسبوك انستغرام ديرما فيك فما دي كونسيير يجاوبوكم على جميع الاسئله على تيب دو بوم نتاعكم كالعاده بالحق برشا ثقه ما بينكم وما بين لي كليونت نتاعكم انا نحب نقول للكليون تاعنا في كل مناسبه ايمان نحب نشكر فيها الكليون تاعنا نقول لهم ميرسي بوكو على الثقه كي العاده نقول لهم بكم نتقدموا بكم احنا نطوروا بكم نزيدوا نتحمسوا اكثر على الخدمه ما تتردوش في اي وقت اسالونا احنا نجاوبوكم وعدي كوموند معنا مرحبا بكم كلمونا في اي وقت على 36 038 888 ولا تواصلوا معنا على باج كيف ما انت كنت تقول تو الارقام موجوده اسفل الشاشه بالنسبه للبرودوي تلقاوها في لي بارافارماسي في لي بارفوميري اي اون ليني في لي فارماسي وفي لي فارماسي زيد ما نسيتهاش مرحبا بك سحر يجدد لقائنا ديما بمفاجئات جميله منكم عايشة كمان احنا مواصلين مجازين مع تابعني مره اخرى ما زلنا مواصلين مجازين ضيفتي ليبنو ثيرابوت عزيزه حسيني مرحبا بيك عسيمه يمين صباح محليك هكا دخلت لنا النرجي المزيانه عايشك عزيزه اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا نقول سوجي تابو هكا ولا لي فيلتر باش نحكيو على فيلتر الانستغرام دوخنا في اللي ولينا عايشين انستغرام ولا حتى فيسبوك حضر فيسبوك في فيلتر هكا ولا دونك استنسنا بوجهنا مفلتر نقول مالوغوزمون العباد استانست بمعايير نتاع جمال فرضها المجتمع وسائل التواصل الاجتماعي زاد بعض المجتمع ولاو ياخذوها كريفيرونس معناها استانسنا بهم دونك وليت تحل ستوري ولا تتكلم لازمك تعمل فيلتر هذاك وهذايا مشكله خاطر هما انا نقول ديما فتره مؤقته لو جور اللي انت تفد من ولا بوتيتر ما عادش فما الظاهره هذايا اسكو نتقبلوا روحنا من غير فيلتر
والله هذا سؤال إلي تريز انتريسون، على خاطر مالوغوزمون برشا عباد ما عادش تقبل روحها من غير فيلتر، ولكن نوع من الادمان معناتها ترقاها كي تبدا كي تقوم باغ اكزومبل الصباح باش تغزل روحها في المرايه باش تمشي تخدم تبدا من غير ما تشعر، هاي بيجيها هاو تهز في حناكها هاو تكبر في فمها بالكريون، على خاطر مالوغوزمون لا سوسيتي والسوشيال ميديا عمل معايير نتاع جمال سطحيه ومزيفه، ولاو العباد يقارنوا في رواحهم، دونك الصوره الذاتيه نتاع العبد تمست وحتى الثقه بالنفس تهزت، الوغ كو هو معناتها الجمال ماهوش جوست معناتها المظهر الخارجي، ماهوش كيما احنا نقولوا جسد ملامح وجه، اوكي سا سي امبورتون انك تكون محليك انك تكون قابل لروحك، اما راهو الجمال اول حاجه قد اول حاجه سي اون بريزونس حضور كاريزم اون انتوناسيون كيفاش تحكي بصوتك، سي با اون كيستيون فيلتر ولا مكياج، سي اون كيستيون انت بينك بين روحك قابل روحك ولا لا، متصالح مع روحك ولا لا، تحب روحك كيما انت ولا لا، خاطر كي انت تقارن روحك بغيرك تقارن بروحك نقولوا احنا بالمؤثرين في مواقع الفلوس عليهم الكل يشبهوا بعضهم العباد الكل خاطر يحطوا لو ميم فيلتر مواقع التواصل الاجتماعي بتقارن في روحك بهم، انت قاعد هوني تقزم في روحك وقاعد من غير ما تشعر تبرمج في روحك اللي انت ماكش جود اناف معناتها ديما نقصتك حاجه، دونك اوتوماتيكمون طاقه الاحتياج هذيك تبص فيها اوتور دو توا والعباد يحسوها، دونك العباد باش يراو كيما انت ترى في روحك، فما برشا عباد اللي هما يسون ناتشوغيل قابلين روحهم كيما هما، حتى كاين هكا يبدلوا يزينوا، اما عندهم ثقه في روحهم، خاطر كي تبدل ديما روحك قاعد تبرمج في روحك اللي انت ماكش قابل روحك، دونك اوتوماتيكمون tu vas jamais quand tu es bien تحس روحك انت ماكش في طاقة سلام، حتى تبدا تحكي مع روحك ما خيبني شو وجهي شو هذيك الكل، راهو معناتها الحوار الداخلي بينك وبين روحك ياثر عليك ويبرمج لك العقل الباطني نتاعك اللي انت ماكش جيد معناتها كفايه. حتى كي نعرفوا عبد تو في وسائل التواصل الاجتماعي نتصدموا اللي يكون ساعات في الدنيا ماهوش هو نفسه في اي نراهم حتى ولا نوع من التنمر، هو خلق احلى هو يكون احلى في الدنيا مالوغوزمون خلق نوع من التنمر، ترقام كيفاش حتى باغ اكزومبل يبداو يحكيو مع بعضهم في لي ريزو سوسيو ما يعرفوش بعضهم زوز اشخاص من بعد كي راه يقول لها ماكش كيما اش بك عامله فلتر، دونك بربي اكسبتي فو كوم فو زيت بالفلتر ولا بلاش فلتر راكم محليكم، راهو الجمال اول حاجه راهو كي تبدا انت تحس روحك محليك وتبث في طاقه نتاع انسان عنده ثقه في نفسه، تبث في طاقه نتاع انسان الي سور دو لوي اوتوماتيكمون تو فا اتر اون بيرسون كاريزماتيك وباش تبث الطاقه هذيك تو فا اتيغي عباد اللي باش يراو كيما انت ترى روحك. ميرسي بوكو عزيزه، يتجدد لقائنا الشيق اكيد، محليك ومحلى حضورك ومحليهم الموجات الايجابيه اللي ديما تبثهم معنا. عايشك ميرسي بوكو، احنا ما زلنا مواصلين ماجازين مع امور جلامور. قبل ما نستقبل درة قسنطيني رجعت بحثة تيجا خاطر ريحه بنينه ريحه بنينه وقدمنا في الغسيت قدمنا بالقدي بالقدي تاو جوست باش نعملوا رشه صغيره ولا كيما تحبوا الفيكه كيما تحبوا نجم تجي حتى بالكاكاويه راه سون بروبليم، انا حطيت بفريوه نجموا تحطوا زوز فستق كيما تحبوا نتوما شويه 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 اي اون اونتام لا دوزيام كوش نتاع الخبز نتاعنا كيما قلت لكم لا ضغطت لا في قهوه لا في حليب هكا ساك تحطوا شو قاعد يدير برشا وهشوش برشا وريحته فيه وحعلق وزالي ادوغي لا غوسيت والله وزالي ادوغي لا غوسيت تري بون بالحق دونك نكملوا قد ما فرشة فرشة قد ما تحب قد ما تحب العلوان قد ما تحب العلوان تحمي دو بريفيرونس اربع فرشات ماكسيموم باش ما تتكسرش دونك عملنا الفرشه نتاع الفيكيا حطينا فرشه اخرى في كمان نتاع بسكوي باش نعاودوا فرشه اخرى نتاع لا كريم باتيسير اي هكاك ومن بعد نحطوها تبرد واحنا والعلوى اللي نحبوه احنا والعلوى اللي نحبوه من بعد نحطوها تبرد شويه باش نجموا نعديو الجلاساج نتاعها بيان سور فير اتونسيون باش البسكويت ما تفردش حطوا كريمه جينيروزمون كوم اون دي هو يشد روحه من غير ما نغطسوه نحطوها بزيت يشد روحه هي لاسيوس نتاعها والبنه فيها في الكارميشه نتاع البسكويت مش لازم يكون مرندخ بالحليب ولا حاجه نو هكا باش يبدا منين على الاخر باش نرجع لك نذوق بيان سور ريحه ياسر بنينه اقعد اجي ابني طاق طاق هاني رجعت لك مرحبا بيك در نورتنا اليوم باش نحكيو على المكياج عاد تصور انت تحب برشا لي برودوي نتاع المكياج من غير ما نحكي على المكياج نبدا من داخل ياسر فرحانة ان شاء الله ديما فرحانة دوك اليوم باش نحكيو على الهايلايتر والفراجو نتاع دوريس كوزميتيك وي لي نوفوتي ولا ديزون اخر برودويات خرجناهم في المكياج اليوم الهايلايتر والفراجو يعرفوا الناس اللي احنا خرجناهم مع راس العام دونك وقايد باش نعاودوا نحكيو عليهم باش العباد اللي ما تفرجتش عليها الحلقه نتاع راس العام
تعاود كل سمعت بهم هما ما يسيلش اسمع حدثني على من حبك هي زيدا وجبد لي شكون نحب دونك الفغاجو هو الامبلاج نتاعو ياسر مزيان بيغمونتاسيون ياسر كيف كيف تقعد وقداش من لون دورا فيه تا عملنا 8 الوان من نيود للبيش للغوزي باللي ديغراداسيون نتاعهم الكل دونك اي لون تو لو بريفير دونك باش تلقاه سيغمون في الـ في الـ في الجام تاع الفراجو نتاعنا واهم حاجه اهم حاجه تكستور يا ايمان تكستور تري كريموز تيل سورت معناتها تمشي معاك بالكدا 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 معناتها فاسيل في الابليكاسيون على الاخر وتعطي روندو ياسر مزيان كما تعرفني ياسر نحب حاجات ناتوريل معناتها كي انت تحب حاجه بور تو لي جور تعمل ابين معناتها تطلع لك حاجه تري ناتوريل اون ديري مش عامله فراجو اون ديري معناتها سي ان ايفي ناتوريل على الاخر وكي تحب مثلا انت في سواري ولا تحب في عشويه ولا تحب تعمل بزيت فراجو تعمل اون بون كوش تمشي زاده معاك بالكدا بالكدا دونك لابليكاسيون ياسر ساهله تو نزيد نحكيو على حاجه اخرى اللي هو يقعد بالكدا بالكدا ميم انت من بعد حتى تحط يدك على خدك تمسح هكا كذا ما يتنحى اللي هي حاجه تري امبورطونت بارفوا ومكثر المرات الفراجو اي سورتو البودر في ساعه يتنحى دونك لافونتاج نتاع الفراجو ليكيد وعلاش هو توا معناتها توندونس توا مكثر العباد ما عادش تعمل البودر تعمل الليكيد علاش اول حاجه على الابليكاسيون اللي معناتها تري فاسيل ثاني حاجه ماشي ما تعملكش كاليفي نتاع حاجه شيحه في وجهك لا تحس فما اكلا تحس حاجه كريموز في وجهك اون ديغي عامله حاجه تري ناتوريل وزيد توا يقعد اكثر برشا من الفراجو بودر وهذه حاجه معروفه نحكيو على حكينا بلوتو على الفراجو قبل ما نحكيو على الهايلايتر خلينا نمشيو استوز باي دوريس كوزميتيك وراجعين اللي هي باتوني باش نستعملوها نحطوها هوني باش نحدو بها الغوجا ليفر الوغ رجعنا من الزين والعين والجمال نمشيو للهايلايتر تاع الهايلايتر كيف ما ريتو قداش لي في ياسر ياسر محلاه معناتها بيغمونتاسيون ياسر طياره من غير هكا لي بايات الخايبين اللي هما يعملوا هكا 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 لي ايفي تري ناتوريل يعطي بوني نجم حتى في النهار تعمل منه مكياج سي بور تو لي جور c'est pour tous les jours donc انتي ما عادش هكا الكونسيبت نتاع الهايلايتر نتاع قبل نتاع انتي تبدا هكا وجهك يعمل لي نتاع انتي الهايلايتر شنو هي وظيفته في الوجه انه يعطي ان كو ديكلا يعطي في بونمين يرد المكياج جلوي يعطيك روح اخرى للمكياج يعطيك روح اخرى للمكياج يخلي لك وجهك هكا ضاوي دونك حاجه تري فين حاجه ياسر مزيانه تري كلاس دونك كيف ما ريتو عندنا من
للروزي للدوري للكولور شامباني والا البرونز دونك كل عادة عندكم الشوا فاريتي ياسر حلوين كيف ما تراو ياسر حلوين لي في تري تري ناتوريل دونك حاجه ياسر مزيان. ميرسي دره ومبروك مره اخرى للستون تاعك في المول دونك عايشك في المول دوزيام ايتاج هكا ولا هكاك تونيزيا مول تجيو في الدوزيام ايتاج تلقاونا دونك تلقاو لي برودوي نتاع دوريس الكل لي تيستور تلقاو زيد شكون شيت له بيكم يجرب لكم وعلاش لي زيد بالك شي انتم فما دي برودوي ما تعرفوهمش باش تلقاهم غادي وديما ديما عاملين دي بروموسيون عاملين حاجات دي كادو اي دي كادو دونك جاينا سان فالونتان بيان سور نستناو دي كوفري مزيانين من دوريس كوسميتيك نورتني دور عايشك عايشك نورة بوجودك في المول عسيت ديما مع دوريس كوسميتيك انت الازين ميرسي بوكو دور زاده في لي بارفيمري زاده طوب حاسيل وين تمشي تلقى دوريس وين تمشي تلقى دوريس محليه الضحكه واحنا مواصلين ماجازين وراجعين في الدريساج مع تيجا النابلي. وصلنا للدريساج محليه الجاتو نتاعنا يهب بنين على الاخر زاده شوش عملت خليتكم شويه من البلاساج باش تشوفوا كيفاش باه يبس شويه خاطر سي نورمال الدنيا بارده شويه دونك توسعوا بالكم تعاودوا تسخنوا على الغاز خاطر متصبصبين على الجاتو دونك باش نجم تجي وجهه مزيان هكا وتوسعوا بالكم بور لي بورتور من بعد سينو تنجموا تخليهم غير تحطوا غلاساج من فوق ولا تخليهم بلاش اما استيتيكمون هكا ازيد ياسر ياسر مزيان الجاتو برافو 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 تيجا ابداع برشا برشا يكلموا فينا يقولوا محليهم لي غوسيت نتاع تيجا الحمد لله تيجا ان شاء الله ديما منورتنا في المجازين بلي غوسيت والدباره اللي باش تكون دبارتك الويكاند كما قلنا مع اسئله طبيب فما الافاده مع تبعني ان شاء الله لي بون بلون مع لي زيكسبير ان شاء الله تكونوا عديتوا معنا وقيت مزيان وصلنا لاخر الحلقه ميرسي 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 ايكا على التونو المزيانه ليليا بن عزيز على الميزون بوتي ديما نقول لكم انتوما ميرسي بوكو نتقابلوا في الحلقه الجايه 8 غير ربع على قناتكم قناه نسمه جديده. بمساهمه البارح اليوم وغدوه لبيدار 80 سنه وهي الاصل البيام بنا وعليها الكلام جيرات لاغ de la maison.